بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلمة دي أنا عايز أقولها لكم، هي كلمتي الأخيرة تمام بخصوص موضوع اليوتيوب والقناة والكلام اللي بين بعضنا في موضوع المشاهدات واللايكات والحاجات دي كلها. هو أنا يعني فكري دايما بيتغير زي أي إنسان طبيعي يعني. كل فترة، كل عمر من حياتك بتلاقي تفكيرك بيتغير. كل كام سنة كده تلاقي انت نفسك تفكيرك اتغير وبدأت تفكر في أمور مختلفة. ففي شوية حاجات عايز أتكلم معاكم فيها من القلب يعني. طبعا بالنسبة للقناة، عشان بس كلام واضح اللي أنا هقوله ده مهم جدا يعني. بالنسبة للقناة، القناة مش كل حاجة عليها من أفكار الشخصية، لا يعني في بعض الحاجات اللي كنا بندير بيها القناة كان معايا ناس أعزاء عليا وأصحابي وحبايبي بيقولوا لي أفكارهم بيساعدوني بفضل الله. في الوقت الحالي كل اللي هتشوفوه بعد كده إن شاء الله من أفكار أنا. يعني إيه أقصد إيه؟ ما أقصدش المحتوى اللي بيتقدم، ما أقصدش المحتوى اللي أنا بقدمه، لأ أقصد طريقة إدارة القناة. هقول لكم زي إيه مثلا. زي مثلا لما أنا بطلع أقول لكم زمان، مش دلوقتي، كلامه واضح، زمان كنت بقعد كل شويه اقول لكم ايه الاشتراك واللايك والشير ومش عارف ايه والكلام ده كله. خلاص ده انا اصلا انا يعني انا نفسي انا مش مقتنع بالكلام ده. اوكي، بس اللي حصل بتدرج كده، انا هتكلم معاكم بقى من زمان قوي. الكلام ده طبعا انا بقوله لكم من القلب على طول، مش مجهزه، مش محضر سكريبت وبقرأ منه ولا الكلام ده كله. الكلام اللي انا بقول لكم ده كلام ارتجالي من القلب انا بقول لكم عليه. زمان يا شباب كنت بعمل شروحات قبل اساسا اليوتيوب ما يتشهر، اوكي، وقبل ما جوجل تشتريه على ما اتذكر يعني. القصة ان انا كنت بعمل شروحات وعاوز اوصلها لاصحابي، الناس تستفاد منها. دي حياتي انا زمان زمان. انا بقول لكم الكلام ده يعني يمكن اقوله، يمكن اكون بقوله اول مره يعني تمام. كنت زمان بعمل الشروحات، وكان طبعا في ناس كانت بتذاكر وكانت بتوصل المعلومه على طول وبتاع، عادي مفيش مشكله. لكن كان في ناس تانية بقى كانوا يعني مش سهل عليهم ان هم يذاكروا او يجيبوا المعلومه او كده يعني. فكنت بفضل الله بنسخ الشرح على سي ديز تمام، وادهولهم ادهولهم كده بفضل الله هديه يعني. مش مثلا حتى اخد منه ثمن الاسطوانه، لا بفضل الله انا كنت بعمل كده يعني. مش الهدف ان انا اقول لكم ان انا كنت بعمل كده، خدوا بالكم، لا. هو انا ليه بقول كده؟ عشان الكلام اللي جاي بعد كده طبعا بقى ايه. في الوقت ده ما كانش عندي انترنت متوفر بشكل كبير يعني. بعد كده لما بقى عندي انترنت متوفر بقيت برفع الحلقات بتاعتي على مواقع رفع، مواقع رفع زي الفور شيرد والميديا فاير والحاجات دي يعني تمام، وابعت الروابط لاصحابي لزملائي لاي حد يستفاد منها على اساس هو يحمل المقطع ويتفرج عليه يذاكر منه يعني تمام. فالموضوع ده كان فيه تشتت، وكان فيه بعض الناس بتروح تاخد المحتوى بتاعي وتفتح قناة على اليوتيوب قبل انا ما افتح القناة، ومش انا اللي فاتح القناة اصلا تمام. وانا يمكن قلت الكلام ده قبل كده، كان في ناس بتاخد الشرح بتاعي وتروح تفتح قناة وتحطه في اليوتيوب. هتلاقوا بعض القنوات اللي هي مش قناتي رفع الشرح بتاعي قبل انا ما افتح القناة، يعني قبل انا اصلا ما يبقى عندي قناة على اليوتيوب وافتح قناة اليوتيوب اللي هي حسون اكاديمي اللي انتوا عارفينها. في ناس رفع الشرح بتاعي، ناس قنواتها فاتحة قبل مني بكتير بكتير بسنين، وتلاقيهم رافعين الشرح بتاعي لأن أنا شرحه أصلا. أنا بشرح من يعني بسجل من 2005، واخدين بالكم؟ فلما الموضوع ده بقى كده، في واحد صاحبي حبيبي أستاذ محمد سعيد، باشمهندس محمد سعيد، قعد معايا ساعتها وقال لي يا أحمد أنت الشروحات بتاعتك دلوقتي إيه بتنطورة في كل حتة وأنت نفسك هتدوخ عليها بعد كده ومفيش تنظيم وبتاع، ما تعمل قناة على اليوتيوب وتحط الفيديوهات بتاعتك عليها. قلت لهم أنا بالفعل جاتني الفكرة دي وعملت قناة
بس اليوتيوب ايه، انا طبعا من النوع اللي ايه، انت دلوقتي عملت موقع يوتيوب خلاص، فانا عملت الحساب ودخل ارفع فيديو خلاص، جربت لقيته في مشكلة ممكن اسيبه دلوقتي وابقى ارجع له بعدين. فلما جيت قلت له ان هو ما بيقبلش مقاطع كبيرة في الوقت ده، تمام، قال لي لا في طريقة كده هقولها لك. دخل ساعتها عمل في، كان في حاجة اليوتيوب طالبها يعني، عملها تأكيد الحساب او حاجة زي كده تقريبا، عملها لي وظبط لي القناة وبدأ يقول لي الافكار وبدأ يعلمني ازاي اعمل كذا وازاي اعمل كذا وازاي اعمل كذا وبتاع والكلام ده كله، ربنا يبارك له يا رب. ويمكن هو سبب ان انتوا تشوفوني على اليوتيوب يعني، لان هو اصلا اللي ظبط لي القناه وهو صاحب فكره القناه. حتى انا قلت له طب اسميها ايه يعني، قال لي سميها اي حاجه، سميها حسونه اكاديمي. قلت له ماشي خلاص سميها حسونه اكاديمي. يعني حتى كلمه حسونه اكاديمي مش بتاعتي، واخدين بالكم انا بقول ايه. المهم زي الفل، بدات بقى اجيب الشروحات بتاعتي القديمه وارفعها، تمام. وساعتها بقى فوجئت ان في ناس رافعه قبلي شرحي انا، تمام. فبفضل الله بدات ارفع بقى شويه بشويه شويه بشويه، وبعد كده بدات اعمل حاجات جديده، بدات ايه اعمل حاجات جديده، ويعني ايه، واحاول بفضل الله ان انا ايه انظم ما بين حياتي وبين القناه زي اي حد طبيعي يعني، اي حد بيعمل كده. المهم شويه شويه القناه بدات تزيد المشتركين بتوعها وتنجح و و و و طبعا حتة يوتيوبر في الوقت ده كلام يعني، الكلام واضح، موضوع يوتيوبر بقى والأرباح والمش عارف ايه، الكلام ده في الوقت ده أصلا ما كانش يعني، ما كانش الموضوع ده ايه مشهور بالطريقة والضجة اللي احنا شايفينها دلوقتي، ما كانش فيه الكلام ده أصلا يعني. انت أصلا يعني انت بتعمل مثلا قناة، وقناة طبعا غلبانة، فبتستنى بقى لما يوصل مش عارف للحد الايه، وتستنى تعمل ايه وحاجات زي كده. فما كانش في بالي اساسا الموضوع ده خالص، ما كانش في بالي خالص، اوكي. فبعد كده بدأت اتجه ناحية فكر اليوتيوب اللي انا مش مقتنع بيه. انا على فكرة انا كده زمان وانا كده دلوقتي وما اتغيرتش، كل اللي انا كنت بعمله ده الناس اللي فاتحين قنوات يوتيوب بيعملوه، واليوتيوب بيقول لنا اعملوه، فانا سمعت كلامه بس انا مش مقتنع يعني. ولذلك انا بطلت الموضوع ده. لو شفتوا حاجه بعمل لكم فيها حاجه زي كده، بقول لكم الاشتراك واللايك والشير والحاجات دي، لو شفتوا حاجه انا بعمل لكم كده فيها، اعرفوا ان دي حاجه قديمه، حاجه قديمه وانا عدت صياغتها مثلا على القناه، او حاجه كانت متسجله قبل كده ودخلتها في شرح يعني. خلاص كده انا اصلا مش مقتنع بالفكره دي نهائيا، ما بحبهاش، تمام. انت براحتك، عايز تشترك اشترك، عايز تشاهد تشاهد، عايز تلايك لايك، عايز ما تلايكش ما تلايكش، براحتك، بس ما تحطش ديسلايك. ده اذى، ده اذى بصراحه يعني. انا ما ادخلش عند حد كده اروح احط له ديسلايك، خلاص انا ما افتح لي الفيديو اصلا خلاص. ده رايي برضو، ده رايي، تمام. طيب دلوقتي اجي لكم بقى في الكلام. انا كده بقول بحكي لكم القصه دي عشان اعرفكم ان انا مش يوتيوبر، انا مش يوتيوبر اصلا يعني. انا اصلا راجل بفضل الله محاضر قبل حتى ما ادخل في مجال الكمبيوتر ده، وانا بحب الشرح يعني. حتى زمان كنت شغال في صنعة، الصنعة دي كنت بجيب صحابي واعلمها لهم من غير ما يطلبوا مني يعني، كنت بعلمها لهم باسلوب اكاديمي من قبل اصلا ما ادرس الكمبيوتر وادخل اكاديمية الكمبيوتر، من قبل حتى ما اعرف يعني ايه لغة برمجة. كنت زمان بستخدم الكمبيوتر ويندوز بقى وملفات وحاجات كده عادية، ما كنتش اعرف يعني ايه برمجة قبل 2005. من اول 2005 بدأت شرح البرمجة، من اول 2005 بدأت شرح البرمجة، بدأت الدخول في مجال البرمجة، وبدأت احتك بقى بالايه، بالمجال ده كمطور، كمبرمج، كواحد لسه داخل جديد وبيبدأ بقى ايه يتعلم بفضل الله. المهم عشان الكلام ما يتوهش مني يعني، اللي حصل اني لما دخلت في موضوع اليوتيوب ولقيته كويس عادي يعني، انا مثلا قلت طب خلاص ليه لا يعني، ما نشجع الناس على الخير ونقول لهم يشجعونا على الخير يعني. بحاول اقنع نفسي بالحاجه اللي انا مش مقتنع بيها يعني. اليوتيوب عمال يقول لك ايه، قول للناس الاشتراك ومش عارف ايه والكلام ده كله، طب ما تيجي انت ايه تستخدمها في الخير يعني ايه. طب ما احنا يعني عشان يبقى خير يعني، يعني احنا دلوقتي ايه عملنا حاجه، طب خلاص انشرها، طب خلاص عشان يبقى خير، فاهمين القصة؟ لكن بعد كده اكتشفت ان اليوتيوب دخلنا في قصة تانية خالص، انا بصراحة مش حاببها يعني، تمام؟
حسيت بقى ان ايه، زي ما يكون كده ناس كتير كده حبايب، تمام، وجم اتحطوا في مكان، وايه انا بحاول يعني اقول كلام وانتوا فهموه بقى. ناس كتير حبايب، حبايب قوي، اتحطوا في مكان، اوكي، وبدأ يتحط معاهم حاجات وهما بيجروا ورا الحاجات دي، وممكن يحصل يعني نزغ. ايه نزغ؟ يعني ربنا قال كل عبادي يقولوا التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينهم، مش الحسن، مش يقولوا الكلام الحسن، بل الشيطان ممكن ينزغ كلام حسن. ربنا قال كل عبادي يقولوا التي هي احسن. ف يعني لو فكرتوا فيها هتلاقوا ان، ولذلك سيدنا يوسف قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، مش ده قرآن؟ طيب انا بقى بعمل ايه؟ انا بدير اليوتيوب دلوقتي بدماغي انا، تمام، خلاص، يعني انا قررت ده ومش هرجع عنه، اوكي. ايه هو بقى دماغي؟ هقول لك بقى دماغي اللي هي عكس اي دماغ، تمام، مع احترامي للكل، بس انا شايف ان ده نجاتي في الدنيا والاخره. قبل ما اقول لك بديله ازاي، قبل ما اقول لك بديله ازاي، هقول لك على حاجتين. الحاجه الاولى، عايزك تتخيل معايا سيدنا عبد الرحمن بن عوف، شوف اتقال له ايه، شوف اتقال له ايه وهو رد قال ايه. اتقال له انا متجوز اتنين، اختار واحده اطلقها لك وتتجوزها وخد نص مالي. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخي بين المهاجرين والانصار، راح سيدنا عبد الرحمن بن عوف رد عليه قال له ايه، بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. انتوا شايفين التعامل مع الدنيا عامل ازاي؟ طيب دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم من الفقر، ولكن اسمعوا بقى، اسمعوا بقى، اسمعوا عشان تعرفوا أنا ليه هقول لكم كمان شوية أنا بدير اليوتيوب دلوقتي ازاي، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها. اه شفتوا بقى التنافس، تنافس الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها. استنوا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. يعني في أمم كانت قبلنا حصل معاها نفس اللي بيحصل أهو، أمم كانت قبلنا، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان إيه؟ قبلكم. فتنافسوها كما تنافسوها، يعني تتنافسوا الدنيا زي ما اللي قبلكم إيه؟ اتنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. أنا بقى يا جدعان والله ما عايز أتنافس الدنيا، خد الدنيا كلها وامشوا، أنا عايزين دنيا خد الدنيا، أنا مش عايزها. خلاص ده منهجي. تمام؟ دول الحاجتين اللي أنا حبيت أقولهم. بدير بقى اليوتيوب إزاي؟ بص، الناس كلها بتدخل في الاحصاءات، انا هقول لكم اليوتيوب بيدار ازاي، صح؟ ده از يوتيوبر، اللي هو انا مش يوتيوبر، خلاص؟ انا خلاص قررت ما ابقاش يوتيوبر، ولذلك عملت كورس مال مدفوع. عملت كورس قلت لكم يلا نشترك مع بعض، يلا نشترك مع بعض. المنتسبين، عدد المنتسبين قليل جدا. خلاص مش الموضوع، مش عارفين نتعاون، خلاص. انا عملت كورس مال مدفوع وخلاص، انا ايه؟ يعني وشغال في القناه، القناه مش هسيبها. شغال فيها بفضل الله، هتشوفوا بعد كده ابداعات ان شاء الله، وهتشوفوا شغل كويس باذن الله، تمام. بدير بقى اليوتيوب ازاي؟ الناس الطبيعيه بتدير اليوتيوب ازاي؟ بتدخل تشوف الاحصائيات بتاعتها، وتدخل تشوف مين المنافسين. اليوتيوب بيطلع لك بيقول لك بص المشتركين بتوعك بيتابعوا الناس دول. انا بس بقول لكم عشان تعرفوا ان انا مش غفلان عن الموضوع ده، بس بقول لكم المنهج الصح. لا انا شايفه صح، تمام. كل واحد براحته، مع احترامي للجميع، انا ماليش دعوه بحد، انا بتكلم عن نفسي، كلامي واضح، كلامي واضح، خلاص. بلاش هجوم، هتهاجم
بلاش بلاش احسن لك، اصل في يوم قيامه وفي حساب وفي رب بيحاسب. خلاص الناس بتدخل على اليوتيوب، شوف بص اليوتيوب بيطلع لك يقول لك بص دول المشتركين بتوعك بيتابعوا دول وبيشوفوا الفيديوهات دي، بص انت حاول بقى تعلي يعني، يعني انت اعمل احسن بقى نافس. لا يا عم اليوتيوب انا مش هنافس، وانا ما بنافسش ومش هنافس. خلاص لو في اي افكار قديمة شفتوها في القناة، عشان بس ما حدش يرجع، انا عارف التعليقات اللي ممكن تتقال يعني، لو في اي حاجة شفتوها قديمة اعرفوا ان دي مش دماغي، او بقنع نفسي عشان اواكب، لكن انا خلاص ما بقيتش عايز اواكب ولا بقيت عايز القصص دي كلها. ولذلك انا خلاص مش هتلاقوني بعد كده اقول لكم اشتراك ولايك وشير والكلام ده كله، اللي عايز يعمل يعمل، اللي عايز ما يعملش براحته، بس ما تاذيش حد وتحط ديسلايك او تقول له تعليق سلبي او تاذيه او تشتمه او كده، لان ربنا هيحاسب على الحاجات دي. ربنا يعلم ان انت عملتها، ربنا يراك وانت ايه بتحط ديسلايك، ربنا يراك وانت بتكتب الشتيمه، التعليق شتيمه. ايوه هو ممكن يكون محدش يعرف انت داخل باسم فيك او مش اسمك او كده، لكن ربنا يراك وانت بتكتب، ربنا الملائكه سجلت، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. والقول مش شرط يطلع بالبق بس، هو انت لو عملت حاجه ما انت كده، ما انت كده كتبت، تمام. فانا بقى بديله ازاي؟ بص اما بفتح ساعات بكون عايز حاجات من الاحصائيات، الجمهور مثلا بيقعد امتى، حاجات في الاحصائيات تانية يعني غير الموضوع ده. بقى ليه بقى؟ بص انا بعمل كده، بفتح الاحصائيات وعارف ان الحته اللي لو انت عامل اليوتيوب عربي الحته اللي على الشمال، او لو انت عامله انجليزي الحته اللي على اليمين، انا عارف ان الحته دي خلاص هو جايب لي قنوات اخوان يعني ناس حبايبي، جايب لي قنوات ناس حبايبي، فانا لو شفتهم لو شفت يعني نفس البشريه يا جدعان، انتوا بتتكلموا على نفس بشريه، ونفس ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، نفس بشريه نفس بشريه نفس بتختبر هنا في الحياه هنا عشان يوم القيامه في الاخر، نفس بتختبر هنا نفس بشريه، هجيب لي ناس حبايبي؟ طب انا لما اشوف ناس حبايبي والاقيهم مثلا بياخدوا المشتركين بتوعي، وناس حبايبي يشوفوني ان انا باخد المشتركين بتوعهم، ده ان شاء الله اسمه ايه ده؟ ان شاء الله ده اسمه ايه؟ عايز افهم بس معلش يعني، اسمه ايه ده؟ ايه مفيش نسخ هنا؟ يعني انا ممكن اقول لواحد صاحبي كلمه غلط، كلمه صح يفهمها غلط فينزخ، الشيطان بيني وبينه وما ينزخش من حاجه زي كده؟ بعمل ايه بقى؟ وبرتاح نفسيا اول ما بعمل كده على فكره، بغض بصري عن الحته دي ما ببصش عليها نهائيا، حافظ اللوكيشن بتاعها، بعمل ميكسمايز للشاشه وحافظ اللوكيشن بتاعها، ما ببصش، ابص على الحته اللي انا عايزها بس. انا هدفي ايه؟ انا عايز اشوف الناس بتقعد امتى على اليوتيوب عشان انشر الحلقه مثلا الساعه 7 مساء، ابص خلاص شفت اللي انا عايزه، خلاص ما بصيتش على الحته، سواء بالعربي يبقى هنا او بالانجليزي يبقى هنا، ما بصيتش مش هبص. هو ده التنافس اللي يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تنافسوا في الدنيا كنت هتنافس، تمام، مع احترامي للجميع، علشان يا جماعه انتوا مش بتتعاملوا مع واحد عيل صغير، صدقوني انا سني يعني، انا الحمد لله بفضل الله عندي خبرات في الحياه وفاهم اللي في دماغكم، يعني عارف ان انت في ناس هتقول لك لا والنجاح والطموح، ماشي عارف يا سيدي، انا مش بتكلم عن النجاح والطموح، خلاص كل واحد في حاله، انا ماليش دعوه بحد، مع احترامي للجميع كلهم حبايبي، خلاص كلهم حبايبي، انا اقصد تنافس الدنيا اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث، تمام كده بس. فده بالنسبه لموضوع اليوتيوب واداره اليوتيوب، وبرضه الحاجات القديمه انا مش هدخل احذف الفيديوهات بتاعتي، ما انا كنت حاطط لكم على اساس انها حركه حلوه يعني، حركه يعني حلوه في المونتاج وكده، كنت مصور نفسي وبطلع لكم على الديسك توب كده واقول لكم ايه، استنى انت رحت فين، مش هتيجي تعمل لايك واشتراك ومش عارف ايه، يعني حركات بنعملها خلاص، هي متكرره في فيديوهات كتير، انا خلاص بطلت احط الكلام ده خالص، حتى برضه كان في فيديو تاني عامله زمان كنت بطلع اقول ايه الاشتراك واللايك والشير والمشاهده ومش عارف ايه، خلاص ما انا عندي المقاطع دي ما بقتش احطها، موجوده في القديم، تمام. ولو انا حتى جبت القديم وجيت اصيغه بشيلها، بس في حاجات ما بعرفش اشيلها طبعا، الحاجات اللي هي بتبقى على الديسك توب اللي هو اشترك الان ومش عارف ايه، الحاجات دي ما بعرفش اشيلها، لكن لما انا احط شريط تحت صغير كده بقول لك بس ايه، بص على الروابط اللي في الوصف، ده انا اقصد عشان انت ايه يعم الخير والفايده، يعني بفضل الله يعم الخير والايه
والفايدة على الجميع، على أساس إن أنت تتصفح الروابط والخير يروح. في ناس كتير، ناس مبدعين، ناس رائعين، تمام؟ أنا نفسي مشاهداتهم تبقى أكتر مني. يعني مثلا فين باشمهندس عبد الله عيد؟ باشمهندس دكتور عادل عبد الصبور، فين دكتور عادل عبد الصبور؟ باشمهندس محمد الدسوقي، باشمهندس محمود سمير فايد، باشمهندس محمد حمدي غانم اللي هو مؤلف كتب كتير، وفي كتاب، في كتاب ألفه قريب اسمه الشاعر، برنامج الشاعر، وعرضته لكم على القناة. اليوتيوب القصة بتاعته قصة عرض، مش عرض يعني انت تعمل محتوى حلو، لا. هو لو واحد من الناس اللي بتعرض محتواها على اليوتيوب عمل حاجة جديدة، حاجة ما حدش يعرفها خالص وما اتقالتش على اليوتيوب قبل كده، وطالع بجودة وحشة، وطالع بصوت وحش، وطالع بأدوات وحشة، بس الحاجة دي مطلوبة، الكل هيشوفها وهتجيب، واليوتيوب هيلاقيها بتجيب، هيلاقي اللي بيفتح الفيديو يشوفه من الاول للاخر، فيروح ماسكه كده اليوتيوب بقى ينشره له اكتر. مش شرط تكون عامل محتوى كويس قوي يعني بجوده عاليه وادوات، لا. هو اهم حاجه ان الحاجه اللي انت تعملها تكون مطلوبه. يعني مثلا لو انت عملت حاجه عاليه جدا 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 جدا، بتحاول تعلي على اللي قبلك، تمام؟ القصه بقى دلوقتي ان ايه؟ ان انا على قد ما اقدر، على قد ما اقدر، انا عايز اسيب الدنيا يعني. كل واحد ياخد نصيبه. انا مش عايز الدنيا، انا مش عايز غير اللي يكفيني يا رب، لا اريد الا ما يكفيني. انا مش اصل انا يعني مثلا نفترض ان انا مثلا يكفيني مثلا ال 300 الف مشترك اللي موجودين دلوقتي، تمام؟ او زادوا شويه المشاهدات مثلا، انا مثلا يكفيني كده. طب يا عم لو بقوا 2 مليون انا هاخد اكوش اما اموت يعني؟ لما اموت هروح فين اما اموت؟ هاخدهم معايا المشاهدات دي؟ اسيب الدنيا كلها، انا هسيبها، انا عارف حقيقتها، انا مش عايزها، انا مش عايز الدنيا والله العظيم. زي ما بكلمكم انا بقول لكم، طالع اقول لكم كلام من القلب، عشان كده بقول لكم رسالتي الاخيره بخصوص الموضوع ده. اوكي، طيب عايز اتكلم معاكم في ايه تاني؟ عايز اتكلم معاكم في ايه تاني؟ بص، عايز اتكلم معاكم في موضوع التعليم. يعني معلش، يعني نصيحه لله، والله نصيحه لله. في نوعين من المحتوى، نوع عرض مذاكرة، وده اللي احنا اتعلمنا منه، وأساتذتنا اتعلمت منه، أساتذتنا اتعلمت منه، وبيه اللي هو إن احنا بنقعد قدام الدكتور والدكتور بيشرح لنا واحنا بنجرب وراه بطيء، بنستقبل العلم بالإيه؟ بالراحة، بالراحة، تمام؟ لما المتدرب اللي هو المبتدئ اللي داخل لسه يتعلم من جديد يستقبل العلم بسرعة، ده ما ينفعش، ما ينفعش. ينفع مع اللي فاهم، اللي درس قبل كده وفاهم وبيراجع بيعمل ريفريشمنت. اه لا ماشي، اقول لكم على حاجة. انتوا عارفين لما عملت الفيديوهات السريعة اللي هي بايثون في فيديو واحد ساعتين ونص تقريبا، صح؟ رينج، لغة الرينج، رينج بروجرامنج لانجوج، شرحناها في ساعة ونص، صح؟ في تاني سي شارب شرحناها في 6 ساعات الا شويه، صح؟ عارفين الفيديوهات دي بجد 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 فادتني جدا جدا جدا. طبعا انا عشان بحكم شغلتي ان انا محاضر، فبشرح، ممكن اشرح فيجوال بيزك، ممكن اشرح سي شارب، ممكن اشرح بايثون، اشرح رينج، فانا بني ادم زي اي حد يعني، فالمعلومات تبقى مع بعض، تمام؟ اللغه اللي انت لسه مذاكرها امبارح هي اللي انت فاكرها، اللغة اللي انت ذاكرتها من سنة مش هتفتكرها زي اللغة اللي انت ذاكرتها اول امبارح ولا من شهر، فاهمني؟ فبقيت بعمل ايه؟ انا مثلا هشرح مثلا في البايثون، طب انا شغال سي شارب بقالي مثلا سنتين، طب اعمل ايه دلوقتي؟ في بعض الحاجات هتتلبس عليا ولا ايه ولا بتاع؟ اه عارف الاساسيات ودرستها وخلاص وذاكرتها، بروح اعمل ايه؟ بروح فاتح الفيديو وازود الريت بتاعه عم هو عليه كمان، يعني الفيديو اساسا سريع وانا بسرعه اكتر واتفرج كده خلاص ريفريشمنت. لكن لو انا لسه بادئ، لا. المعلومه دي بقولها لكم، او النصيحه دي بقولها لكم لله. لو انت داخل تذاكر لسه مبتدئ، داخل تذاكر
تفرش لنفسك فرشة وكده، ذاكر بطريقة ايه؟ بطيئة بالراحة، ذاكر المحاضرة مرة واثنين وثلاثة لغاية لما تثبت، ولما تثبت ادخل على اللي بعدها. حتى لو انت بتحفظ قرآن، انت بتحفظ قرآن ومسكت آية ما تحفظهاش وترجع اللي بعدها على طول، حفظتها ثبتها افهمها اقرأ تفسيرها ادخل على اللي بعدها، صح؟ مش كده؟ تثبت اكتر. نفس القصة برضه في المجال بتاعنا بفضل الله، تمام؟ لما تيجي تمسك المعلومة ثبت المعلومة قبل ما تروح لغيرها عشان تثبت معاك. لو انت كل ما هتثبتها اكتر كل ما هي هتثبت معاك مدة اطول، كل ما الريفريشمنت بعد كده هيبقى اسهل ليك انت. فاهمني يا شباب؟ معايا؟ بس فانت ايه، حتى انا هقول لكم على حاجة، في كورس المقاول المدفوع اللي انا عامله حاليا، كورس المقاول اللي انا عامله ده بفضل الله بشرح فيه بالراحة، مش بشرح بسرعة خالص مع انه كورس مدفوع. لا، هو الحاجة اللي على اليوتيوب دي بنعملها بسرعة لان احنا عملنا خلاص اللي هو ايه، عملنا الشرح بالراحة، عملنا الشرح البطيء، تمام؟ عملنا بسرعة عشان الفئة التانية. فاهمين اللي انا اقصده؟ بس اتمنى يعني ما اكونش صدعتكم، واتمنى يعني تكونوا سعدتم باللقاء ده زي ما انا سعيد بيكم. الكلام ده انا طالع بقول لكم من القلب عشان بس ايه، يعني كلمتين حابب اخرجهم. اتمنى ان الناس اللي بتكتب التعليقات لا تكتب تعليق ايجابي، لا ما تكتبش، لان والله ربنا هيحاسبنا، والله ربنا هيحاسبنا. ربنا قال ولا نسألن الذين ارسل اليهم ولا نسألن المرسلين. ربنا يعني واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، ان الله على كل شيء، ان الله كان على كل شيء حسيبا. مش فاكر الايه بالظبط لكن في حسيبه في الموضوع، ربنا بيحسب، ربنا سبحانه وتعالى. واحصى كل شيء عددا واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. ف والله ربنا هيحاسبنا، اوعى تكون فاكر ان انت كده بتكتب فربنا، لا يراك سبحانه، يراك يراك. ما تاذيش حد، ما تاذيش حد، اذيه الناس مشكله، لما بتاذي نفسك دي قصة، ما تأذي حد دي قصة تاني، قصة تاني خالص متعلقة بيه خلاص. وما تأذيش حد، ما تحطش ديسلايك لحد، مش أنا لوحدي، ما تحطش ديسلايك لحد. واحد عامل محتوى كويس تقول تحط له ديسلايك ليه؟ تدخل تأذيه بالكلام ليه؟ فيا ريت الناس يعني اللي عايزين يكتبوا حاجة فليقل خيرا أو ليصمت، تمام؟ يعني لو أنت مش قادر تقدم حاجة خير خلاص ما تنشرش حاجة شر للناس بس. ويا رب تكونوا كلكم بخير، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله هتشوفوا فيديو كويس في بالنسبة لأنظمة التشغيل يعني، وإن شاء الله يعجبكم يعني بإذن الله. وإن شاء الله كل أسبوع هقدم لكم حلقة مختلفة في مواضيعنا، سواء المواضيع اللي موجودة على القناة اللي هي الكورسات اللي لسه ما اتقفلتش زي اليونيتي والسي بلس بلس والسي شارب وكورسات كتير، لا إما فيديوهات بره القصص دي. إن شاء الله أنا هستمر زي ما أنا. المنتسبين زادوا، قالوا مفيش منتسبين خالص زي ما انا بفضل الله. خلاص انا خدت القرار وهتوكل على الله وهبعد عن المعركة الغريبة دي بصراحة. يعني انا يعني مش عايز قلبي يتعلق بالدنيا، المفروض قلوبنا ما تتعلقش بالايه؟ بالدنيا، تبقى في ايدك بس ما تبقاش في قلبك. بشكركم وبحبكم، ويا رب تكونوا ساعدتوا زي ما انا مساعد بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.